دخل نادي تشيلسي الإنجليزي في مفاوضات مبدئية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، وتدهورت علاقة رونالدو مع ناديه بعد استبعاده من مباراة تشيلسي الماضية لتنفيذ عقوبة المدير الفني تينهاغ. وأكدت صحيفة إكسبريس الإنجليزية على وجود رغبة من تشيلسي تعاقد مع النجم البرتغالي بعد نية مانشستر يونايتد في رحيله. كان نادي تشيلسي قد حاول ضم رونالدو في الصيف الماضي ولكن الصفقة توقفت. وعلق كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد على عقوبته بالاستبعاد عن قائمة الفريق لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي، وجاء بيان رونالدو على النحو التالي: كما فعلت دائما طوال مسيرتي، أحاول أن أعيش وأن ألعب باحترام تجاه زملائي والمنافسين والمدربين. ألا لم أتغير؟ ألا نفس الشخص المحترف الذي كنت عليه طوال 20 عاما الماضية وأنا ألعب كرة القدم؟ لقد بدأت في سن صغيرة جدا، وكان اللاعبون الأكبر سنا وأصحاب الخبرات في غاية الأهمية بالنسبة لي. إذا حاولت دائما أن أكون مثالا بنفسي يحشد به للشباب الذين يلعبون في الفرق التي لعبت لها، لكن لسوء الحظ هذا ليس ممكنا دائما، وأحيانا تتحكم المشاعر فينا في بعض اللحظات. في الوقت الحالي أشعر أنه يتعين علي مواصلة العمل الجاد مع دعم زملائي في الفريق والاستعداد لأي شيء في المباراة المقبلة.